غريب من إنسان واعي إنه يكون بها الضعف. ولك بنتي بيحبها لمرته فبيصايرها. بس مو لهالدرجة، المرأة بتحب زوجها يكون له رأي وزو شخصي، مو هيك سيدة وفاء؟ ولك دخيلك فهم علي بقى. لا تخزيني قدام غادة خانوم. وينك؟ حك لي لحك لك هيك هلا اللي ماشي سايرني الله يرضى عليك. بانم. شو بانم؟ قبل شوي نظفتك بقى شل منها. ولك بعدين ما بتعود بتقعدني معك، وبخسر هالبسط يلي عم احس فيه وانا هون عم اقعد على كرسيها واعتني فيك مثلها وشمشم ريحتها. من الاول احكي لك صحيح. ورجيني يا عم، مضى ربع ساعه على موعد اكلك. احكي من زمان، مو تخليني اتخلوع لك ونكت لك ومدري شو. وهي العم كله كله. ايه هيك ها لك اضحك. مو تخيلني. وهي القمة. ايوه بس اترك اصابيعي بدا. ولك اللقمة صارت بسقف حلقك، ليش دائق بايدي؟ يخزل العين على هسنان مثل المبرد. ولك تريك خرزوا سنانك بلحمي. لك عصر والعظم فليت. ما بدك تاكل اه؟ اذا هيك خليك عم تعض وتنهش. اي 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 اي. ولك طبخ اختك اطيب من ايدي المعصم صاع. اي بي. ولك عاعو اي عمها عم يطلع الدم. هم هم يلعنك. لزقوا اصابيعي ببعضهم. ايه على عيني. ايه ها در مر عر حش مش رش. ايه على عيني. تفضلي خالي. يا الله يو ماني سمعاني لا حس ولا انس. صحيح شو بيظهر نايمين؟ لا اخي هلا ما بينام. يو لك وينه؟ لك ليكون حامله واخده معه على الدكان. معقولي؟ والله يا بنتي ما في شي بعيد عن غوار ابني وبعرفه. على كل حال بس نطلع لفوق على أوضة أخي نعرف شو القصة. يلا يا موس بقيني. هو لو خالي ما بيصير. ولك تقبريني أنا بطلع على الدرج على مهلي حتى ما انبرق يا موس. ايه منطلع سوا شوي شوي. يا عيني عليك، شفت بقى إنه المختار عوعو عي عابم دردم طا. ايه طار طوط عي عا يعني مرحبا. عا وعي عفوا يعني مرحبتي. يو انا هالسمعه. وانت يا مو بمطا عوعا يعني اهلا وسهلا. بخبانم. ايه فريد هلا بسالهم ليرتاحوا. هلا بخبانم طرخوا. نمنا. شفتي ما قلت لك بحك الحجر وصرنا اصحاب غادة خانم. هذا اللي شايفته وعم نفهم على بعضنا كمان. صحيح تاريخ مو قليل لك ابني. بابر حمر. ايه كتير غلبة كمان عم يقولوا طعمع. انت فش مع غوار زورو طاغطيخ. شو عم تقول له؟ سألني شو عم تقولوا. قمت نقلت له اللي حكيتوه. لك لا تكون عم تضحك علي وعلى غادة لك غوار. انت دايما مدري ليش متحاملة علي يا مو. اخي فريد بسيطة ما في شي يا مو. در حر عيعة. انا قلت لها جمت متابو شو نابو. ايه ما بدك تسمع شو تفاصيل قصة الست وفاء؟ غادة خانم اكتبي فيها نوت وانا مع الوجهاء بكتب بالجمعة نوت وبنقعد انا وياكي اذا ما عندك مانع. لا يا غوار. ايوه وبندرس الحالة وبنعطيهم الجواب يعني مين على حق ومين على ضلال. عظيم. وبعدين تجتمعوا بالطريق سوا وبتحلوا الخلاف اذا كان في امكان. بارك الله. وهلا عم تا نع نع يعني خاطركم. Thank you.
بكي، ما منقوم نشوف الزلمه؟ بكير بجوز يكون مدفوس لساته. شايفك جاي ضده من هلا غوار؟ لكان عم يجرب مرجليته على مراه. لا يا غوار، لسه ما بنعرف شو الحقيقه، مشان هالشي نحن رايحين لعنده. وامتى رح نروح على الحسكه؟ وشو اخذنا على الحسكه؟ مشان نسلم الامانه لبهيجه. امين، انا عملت هاللي علي وزود، هالمره دور غوار. لا اخي، انت انقضت معك بقتله مختار، لكن هالمره بركي كانت اكثر، معناتها رح تدبل لك. لا حبيبي، انا مالي متلحلح من هون، بعدين شايفين الشغل اللي فوق بعضه، وما بحسن اترك ولا قضية، وإلا وقف تاريخ الحارة. بدكم تتركوني لوحدي؟ معلشي معلشي، كسبت تجربة بالعيشة مع الوحوش ببلاد برا، وهلأ بتزيد خبرتك بهالبلاد. ايه صحيح أمين، لازم تقالش على العيشة ببلادك. بعدين إذا بتضل هيك ما بتصير جريع وبتضيع حالك. ها يعني فكرك بهالروحة ما بتضيع حالي؟ فإذا لا تروح. مين عاصص على دنبا؟ يا جماعة ما بصير، وين حماستكم الأولانية؟ والله بعد ما أكلت، بقصد بعد ما كلفتني هالسفرة شوية رضوضات، راحت الحماسة من أساسها. وبالنسبة إلي أنا بمشي على الحكمة اللي بتقول، إذا شفت جارك بل دقنه لحمس أنت على دقنك، وكان المختار عبر إلي. بس أنا ما بعرف الحسكة. ولا أنا. يا سيدي تتعرفوا عليها. أنا ما دخلني مختار، وجه الحكي إله. فكروا أمين إنكن تروحوا بالزكزوكي هاي تبعك، وطالما تحتكن 4 دلوي ما بتضيعوا. عم تحكي جد مختار؟ لكان ويسلم تمه على الحكي. ولك وصل الجهل فيكن لهالدرجة؟ ليش بقى أمسك كففندي؟ لأنه ما بتتحمل، ومنيح إذا وصل منها لحلب الزك وبس. إيه لا سيد غوار، مو بهالشكل. دخلك؟ وين بده يروح الزوكي غوار؟ بيدوب بالطريق مختار. الله عليك شو بتبالغ يا سيد غوار. هلأ يا سيد أمين، أنا بتداخل فيك شي؟ يعني بتداخل بالحيوانات؟ لا، ليش؟ لأنه اختصاصك. لا سيدي، عم تتداخل فيي. أنا أبلك سيد أمين. إيه نعم، مالك عم تربي ديب ببيتك؟ لك لسه بيقول ديب. استشرتني شي؟ أول ما جبته ما لحشته بحضنك وبيض شعر راسك من الخوف؟ إيه، لأنك لحشته على أساس إنه كلب وهو ديب. سامع مختار؟ لك يا أخي يا أخي، حس إنه مو كلب. وشلون بقى؟ لك هلي من نمرته هيك بيصيروا بيعرفوا على الطير. فهمه مختار، قل له شو عمل اليوم قبل الظهر بأمه ولسه بيقول لي كلب. هلا شو جاب هالسيره؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلين اخ اخ افندي، عفوا اهلين توفيق افندي. الحاصل انا جيت حسب الموعد، ايش وبعدين احكي ولا احكي وبعدين ايش؟ والله انا خجلان منك يا توفيق افندي. صحيح نحن توعدنا على هالوقت، لكن جدة أمور مستعجلة، بدأ حل سريع قبل حلها. خير يا جماعة، شو القصة؟ أخ أخ، بسيطة يا مختار، كان في هيك شغلة بدي استشير فيها غوار أفندي. ها يعني هلأ المختار صار كخ وما عاد يسوى؟ استغفر الله استغفر الله، انت الكل بالكل، لكن أخ أخ. هو الحقيقة كنا بدنا نحكي بقضية ونتشاور فيها قبل ما نلحش عليه. أعوذ بالله أعوذ بالله، شو ممكن تلحشوا عليه؟ الأخ أخ. شو عليه؟ قوم أمين قوم. قوم مختار قوم. هلأ ليش هيك بتصير يا مختار؟ لأنه في قضايا بين 2 من سكان محلتي وتابعية مخترتي، ما بيريدوا هالشخصين يلي هن من رعيتي إني أعرف شي عنها. قوم أمين قوم. قوم مختار قوم. وفي أفندي. بسلامتك، مو أنت صاير حلال المشاكل وعما يقصدوك الناس من فج وغميق؟ امشي أمين امشي. امشي مختار امشي، هلأ منروح منحجز محلات للحسكة. نعم عود أمين عود. ليش مختار ليش؟ لك لأنه شكلت إجري. آخ آخ من الوجع. هلأ يا مختار، فكرك أني بعرف شي أنا عن قصة توفيق أفندي؟ لا يشهد الله. آخ وشو اسمه وفكره توفيق أفندي الأخ؟ آخ أنه ما يعزبك فحب يعرض مشكلته علي، فإذا كانت مستاهلة منعرضها عليك. وأخ أخ منك يا مختار، شو ظنون أخ؟ يلا غوار يلا، العابة عالي لألك. هاي الزلمة قدامك لسه ما فارق، اسأله. عم بيقول الواقع مختار. لك شو بدي يقول واحد، شو بدي يقول؟ ما عليه شي. أخ أخ
امشي مختار امشي. يلا غوار امشي. ما قال ما بده يروح معنا على الحسكه؟ ولك اني حسكه وادي باخره. بدنا نقوم نروح لعند وفيق افندي نشوف شو الموضوع. يلا عجلوا يا جماعه عجلوا. والحسكه بالبحر. وانا اخ يلا يا جماعه تعوقنا. توفيق افندي شرف معنا اذا كان ما عندك شيء. عندي مشاكل تضمرني. إيه لكان عزات رح يقشلك اليوم وبكرة منحكي على نظافة. وأخ أخ إيه أنسة غادة شو رأيك بالموضوع؟ الحقيقة يا مختار أنا ما سمعت وجهة نظر الزوج، بس كتبت ملخص اللي قالته الست وفاء وعطيته للسيد غوار. وأنا عم أدرسه مع النوط اللي كتبته عن السيد وفي. طيب وشو استفدنا من كل هالشغل؟ ايه فكر السيد غوار يعطيكم بالنهاية ملخص عن الخلاف الواقع بين الطرفين مشان تحكموا مين المحقوق ومين المظلوم، وعلى ضوء هالدراسة بتحاولوا توفقوا بيناتهم اذا كان في امكان. ولك يسلم ولك يسلم هالتم وهال وهالفهم. طيب شو رأيكم نعمل هون محكمة ونسمع من الطرفين؟ تقول الآنسة غادة حكي الست وفاء وبيقول غوار حكي وفي. لا انا بحتج. ليش؟ لاني مو معقول اضرب غادة خانوم الا بالورد. التمثيل سيد غوار. ولو دوروا على واحد ما عنده رجولية مشان يحكي عن وفي. هلا في غيرنا نحن الاربعة؟ مين بدك يمثل دور وفي قدام الانسة غادة؟ انت لانه ما بيخاف منك عندك البركة بدال الوحدة. غوار أنا القاضي ووالدتك مستشارة القاضي الأساسية. صحيح مختار الحقيقة عرفت. يا سيد غوار ما فيها شيء، خليهم يحسوا بالمشكلة بمعزل عن الأهواء، يعني خليهم يراقبونا بشكل محايد وبعدين بيحكموا. بس لعل هيك بتغلبيني. ليه؟ لأنه طاعم بم، يعني ما رح أعرف مثل قدامك هالدور القاسي. يعني لو كان الدور يعني بوقف بس عند لما هي تجوزوا وعاشوا بسعادة كان معقول، لكن هيك. يا سيد غوار طالما تمثيل ما بهمك الشخص اللي قدامك. شلون ما بهمني؟ أنا أنت وفي وأنا وفاء مو أكتر. حالات خاصة جدا. صور الشخصيات نجاح حفيظ، صلاح قصاص، صالح الحايك، نزار شرابي، وثراء دبسي.